قصة أم بألف رجل، هيا لنبدأ على بركة الله. يقول أحد معلمي القرآن في أحد المساجد: أتاني ولد صغير يريد التسجيل في الحلقة، فقلت له: هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال: نعم. فقلت له: اقرأ من جزء عمة. فقرأ. قلت له: هل تحفظ سورة تبارك؟ فتعجبت من حفظه برغم صغر سنه، فسألته عن سورة النحل إذا به يحفظها، فزاد إعجابي به، فأردت أن أعطيه من الصور الطوال، فقلت: هل تحفظ البقرة؟ فأجابني بنعم، إذا به يقرأ ولا يخطئ. فقلت: يا بني، هل تحفظ القرآن؟ فقال: نعم. سبحان الله وما شاء الله تبارك الله. طلبت منه أن يأتي غدا ويحضر ولي أمره. أنا في غاية التعجب، كيف يمكن أن يكون ذلك الأب؟ فكانت المفاجأة الكبرى حينما حضر الأب، رأيته ليس في مظهره ما يدل على التزامه بالسنة، فبادرني قائلا: أعلم أنك متعجب من أنني والده، ولكني سأقطع حيرتك، إن وراء هذا الولد امرأة بألف رجل. وأبشرك أيضا أن لدي في البيت 3 أبناء كلهم حفظا للقرآن الكريم، وأن ابنتي الصغيرة تبلغ من العمر 4 سنوات تحفظ جزء عمة. فتعجبت وقلت: كيف ذلك؟ فقال لي: إن أمهم عندما يبدأ الطفل في الكلام تبدأ معه بحفظ القرآن وتشجعهم على ذلك، وأن من يحفظ أولا هو من يختار وجبة العشاء في تلك الليلة، وأن من يراجع أولا هو من يختار أين نذهب في عطلة الأسبوع، وأن من يختم أولا هو من يختار أين نسافر في الإجازة. وعلى هذا الحال تخلق بينهم التنافس في الحفظ والمراجعة. نعم يا إخواني، هذه هي المرأة الصالحة التي إذا صلحت صلح بيتها. فيا رب في هذا الشهر المبارك بارك واحفظ أمهاتنا جميعا، آمين يا رب العالمين. في النهاية أصدقائي، أتمنى أن تكون هذه القصة قد نالت إعجابكم. أيضا لا تنسوا إعطاءنا آراءكم في التعليقات، وغدا إن شاء الله قصة جديدة.